مرحبا، ما الذي يشغلك الآن؟ ما الذي يشغلك الآن؟ وقفة للتعرف على إنجاز المبدعين والمثقفين والعلماء. ما الذي يشغلك الآن؟ برنامج من إعداد وتقديم عرفان رشيد وإنتاج وكالة آجي الإيطالية للصحافة. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مرحبا ما الذي يشغلك الآن، ومعي على الهاتف من بغداد البرلمانية العراقية السيدة صفية السهيل. شكرا جزيلا سيدة صفية على هذا الوقت الذي تخصصيه للبرنامج. تعددت في الآونة الأخيرة الدعوات من قبل سيدات ورجال أيضا من أجل تشكيل أو تكوين تكتلات وتجمعات سياسية واجتماعية وثقافية تدافع عن حقوق المرأة أو تعمل من أجل تثبيت حقوقها سياسيا واجتماعيا. بدأت أنت في 10 آذار الماضي بدعوة تشكيل ائتلاف برلماني من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، وقبل أيام البرلمانية ميساء الطائي دعت إلى تكتل نسائي أو نسوي عراقي، وهناك دعوات أيضا لتشكيل اتحاد سيدات الأعمال العراقيات. هل هذا التحرك دليل على الرغبة في تطوير واقع المرأة العراقية، أم أنه أيضا دليل على أن هناك ضغطا كبيرا على المرأة يمارس من خلال حجب حقوقها المجتمعية والسياسية والثقافية؟ والله هو للسببين حتى نكون واضحين. نعم، هناك تهميش لدور المرأة والأخص في صنع القرار السياسي في العراق، قيادتها للمجتمع واضح بأنها في تراجع، وأيضا عدم إشراكها في اتخاذ القرار الاستراتيجي اللي يخص صناعة مستقبل البلاد. لذلك تشوف بأن الدعوات بدأت بشكل واسع من داخل البرلمان العراقي ومن خلال أيضا منظمات المجتمع المدني، وهناك تنسيق كبير ما بين نخب سياسية مع نخب اجتماعية ونخب تمثل المجتمع المدني. احنا في البرلمان انطلقنا من أهمية تشكيل التحالف البرلماني للمرأة، وأنا شخصيا كان عرضت الفكرة على الزملاء والزميلات من باب أن نخرج من قضية أن تكون المرأة تدافع عن المرأة، لأن قضية المرأة هي قضية مجتمع ديمقراطي مؤمن بشراكتها. قضية تشكيل تكتل نسوي حقيقة أنا لست معه، إنما مع تشكيل تكتلات تمثل المجتمع العراقي من النساء والرجال. ومن خلال التجربة أستطيع أن أقول في البرلمان الماضي عندما كنت أيضا برلمانية، الومن كوكس أو التكتل النسوي ما نجح كثير بأن يدفع بقضايا تمكين المرأة ودراسة كل ما نحتاجه من 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 قوانين من خلفية المنظور الاجتماعي الجندري لعدم إغفال حقوق النساء وقضاياهم واحتياجاتهم في مجالات عدة. من هذا الباب انطلقنا نساء ورجالا هذه المرة، ومعنا قيادات وشخصيات من البرلمانيين العراقيين، وأيضا أشركنا المجتمع المدني بالنسائي ورجالي بتشبيك العمل المشترك نحو قضايا دعم المرأة في العملية السياسية من جهة، وفي تقدم أيضا وجودها في المجتمع ورفع الحيف عن مشاركتها في جميع المجالات. ما هي إمكانيات تنسيق حقيقية في هذا الإطار بيناتكم، بين هذه الخطوات اللي تنطلق بشكل متوازي أو بشكل متفرق؟ نعم، أنا أعتقد التنسيق هو الأهم. بالعكس، الكل معني بأن ينطلق بمبادرات، إنما على هاي المبادرات اللي ينطلق منها كل من مكانه، سواء في المؤسسة البرلمانية أو من خلال استراتيجية وطنية تضعها وزارة الدولة لشؤون المرأة أي حكومة، ومنظمات المجتمع المدني، الإعلام، النخب الثقافية في المجتمع، الشباب، وأيضا نخب متقدمة من شخصيات تمثل المجتمع من رجال أيضا دين اللي احنا نحتاجهم في تدعيم كثير من التحديات اللي تواجه المرأة في المجتمع، والفكر الذكوري وبعض المفاهيم المغلوطة عن الدين والمرأة والمرأة والمجتمع.
لذلك انا اعتقد التنسيق هو الاهم، واعتقد بان التنسيق حاصل. استطيع ان اؤكد لك على سبيل المثال يوم غد عندي اجتماع في مجلسي الثقافي لاكثر من 70 سيده من برلمانيه وايضا من المجتمع المدني، ومعهم عدد من الشخصيات الحقوقيه المعروفه من الرجال في العمل دعم الديمقراطيه، لانه قضيه المراه قضيه حقوق انسان وقضيه مجتمع ديمقراطي. وبالتالي سنناقش 5 محاور لاولويات اختارتها النساء، وعندما اقول النساء والرجال ايضا اختاروها باولويات 5 لمحاور اهم هم اختاروها لعمل اوراق رسميه يعرضوها لتنسيق عملهم المشترك مستقبلا. مفترض بان اجتماعنا غدا ب5 ورشات عمل تبحث قضيه المراه والسياسه، المراه والتشريعات. هناك تشريعات لابد من الاسراع بتشريعها، قوانين يعني حقوق دستوريه اكد عليها الدستور اتجاه قضايا تتعلق بتكافؤ الفرص للمراه، عدم التمييز اتجاه اي فرد في المجتمع ومنها ايضا المراه كونها مستضعفه في المجتمع، وايضا قوانين مثل مكافحه العنف ضد المراه، وقوانين اخرى عديده تحتاج الى تشريع، وايضا قوانين تحتاج الى تفعيل، وقوانين تحتاج الى تعديل. وهناك ورقه ستقدم يعمل عليها ممثلي المجتمع ومنظمات المجتمع المدني وايضا البرلمانيين بالتوازن بالتنسيق، وايضا في قضيه شراكه المراه، شراكه المراه في العمل السياسي. وكثير من الامور اللي ننظر بانه الاعلام عليه ان يكون له دور ايجابي في دعم قضايا المراه بتخصص، وليس من خلال مثلا الصوره النمطيه اللي تخرج للمراه عامه بضعف. اما مع الاسف مؤخرا نجد بان حتى النساء السياسيات القياديات في المجتمع او في السياسه يستغلون من بعض الاحزاب السياسيه للدفاع عن راي الزعيم الرجل، وليس لرايها او لموقفها او لقرارها او لرؤيتها في المجتمع وكيف تكون هي قائد داخل المجتمع. كل هذا نحتاج حقيقه دعم الاعلام، ونشكر دائما الاعلام اللي يسلط الضوء على اهميه هذا الامر والتثقيف المجتمع والسياسي في نفس الوقت لاهميه هذا التنسيق. برايك لماذا يصر المجتمع بين قوسين الذكوري على تجاهل ما يمكن ان يؤدي الى غضب المرأة العراقية؟ في يوم من الأيام يمكن أن تنطلق ساحة تحرير جديدة في بغداد يكون قوامها النساء واللاتي يدافعن عن حقوقهن المجتمعية، ليس فقط عن حقوقهن كنساء وإنما يدافعن عن حقوق أبنائهن وبناتهن والمستقبل العراقي أيضا. ما الذي يعطي المجتمع الذكوري في العراق الإحساس بأنه هو صاحب الكلمة الأولى والكلمة العليا في المجتمع؟ شوف، أنا حتى أكون شوي منصفة، أعتقد بأن هناك تحرك إيجابي من المجتمع بشكل أكبر خلال فترة 9 سنوات الماضية لتقبل دور أكبر للمرأة في المجتمع وفي السياسة، وهذا واضح من خلال ممارسة العملية الديمقراطية لأكثر من مرة، كانت انتخابات، أيضا وجود المرأة في يعني منظمات المجتمع المدني، نشاطها الواضح في قضايا حقوقية مجتمعية. تشوف بأن النظرة إلى قضية المرأة والمجتمع بشكل عام وحقوقها ومشاركتها أفضل برأيي بشكل أكبر من الفترة السابقة. أما فيما يتعلق بقضية الحريات بالتحديد، والحريات تعني المرأة وتعني الشباب وتعني المجتمع العصري، المجتمع المدني، ما أكد عليه الدستور العراقي بمجتمع حقيقة مدني. يعني نشوف بأن قضية الحريات بالتحديد ارتبط بعدة عوامل تعرض لها العراق، منها العامل الأمني وعدم الاستقرار اللي أثر شوي على قضية حرية المرأة في التنقل أو في التعبير بعض الأحيان عن رأيها السياسي أو عن بعض الضغوطات فيما يتعلق بحرياتها اللي ضمنها الدستور بمجتمع متعدد متنوع غير إسلامي. يعني بالمعنى، مع كل احترامي وتقديري، العراق ليس دولة إسلامية اختار أن يكون دولة مدنية في دستوره، وبالتالي هناك احترام لقرار المرأة في شكلها بما يتناسب مع العادات والتقاليد بالتأكيد وطبيعة المجتمع. بالتالي نحن لا نطلب بأن النساء لهم الحق بأن على سبيل المثال بأن يخرجوا بدون عباءة أو بدون حجاب، وهذا ليس غريب على مجتمع يعني عالج هذا الأمر بسنوات متقدمة من عمر الدولة المدنية العراقية. وبالتالي هذا التراجع اللي
حصل كان واضح هو غياب وحده من هالامن، نشاط قوى حقيقه يعني متطرفه المجتمع للضغط على شكل واحد ولون واحد. هذا الامر بدا يتراجع مع وجود استقرار امن نسبي في العراق على بشكل عام على قضيه الشكل او الدريس كود مثل ما بيقولوا، شكل او اللباس، انما تبقى قضيه حريه الراي والتعبير، قضيه الشباب وحرياتها. انا اعتقد بان القوانين اللي تمكن ممارسه الحقوق الدستوريه للنساء وللشباب والمجتمع مفترض بان ننتهي منها ونشرعها في البرلمان العراقي حتى يكون هناك عقاب لكل من يمارس اي ضغوطات على اي فرد من المجتمع بالضبط من دستوره وحقوقه الدستوريه. لذلك احنا نسعى مع قوى ديمقراطيه في البرلمان العراقي ان نخرج بقوانين والقانون اللي يتعلق بحريه الراي والتعبير، حريه التظاهر السلمي، ايضا قوانين تتعلق ب تشكيل الأحزاب، وكثير من القوانين اللي هي تندرج بقضية ضمان الحقوق الدستورية للفرد العراقي وعلى رأسها المرأة العراقية وقدرتها على أن تواجه التحديات اللي تظهر من قوى متطرفة في المجتمع. سيدة صفية السهيل النائبة العراقية، شكرا جزيلا للوقت الذي خصصته لنا، ونتمنى لكل جهودك وجهود زميلاتك وزملائك النجاح والموفقية، وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة من ما الذي يشغلك الآن، لكم مني عرفان رشيد ولضيفة الحلقة أجمل المنى.